نصيحة على قبل القراية، لخص لكم الإخوان كاملين، أخويا نبغي يقرأ يسمع هاد الجملة فهمتي، ولد ختي نبغي يسمع هاد الجملة، كاع الجيل اللي طالع نبغي يسمع هاد الجملة، نتمنى يسمعوها الآباء، نتمنى يسمعوها سميتو. القراية، القراية اللي قرينا راه ما قراية ما والو، لأن كانوا عندنا شي ضغوط نفسية اللي ما محتاجينهاش، لأن فغيمون ملي تتمشي كتقول لي سير تقرا وجي أنت الأول، وأنت تتعرف ولدك كينقل وأنت كتزيد تدفعو أنه خصو يجي هو الأول وما سوقكش، تحطنا في واحد الضغوط اللي كنا محتاجينهاش، وما كانش تنحتاجو أننا نوليو حنا الأولين باش ننجحو في حياتنا، وخير دليل أني كنت أنا هو الأول في الإبتدائي، وكنت أنا هو شبه الأول في الثانوي، وكنت في الأخر في الإعدادي. وكنت في الطايع في الثانوي، في الثانوي كنت في الطايع، والحمد لله بزاف ديال الناس هما وصلوا. المهم باش 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 ندويو، ما عمر القرايه زاد تجي انت الاول، زعما راه في الحياه تجي انت الاول، هاد الجوج راه ما مرتبطينش، هاد الجوج ماشي هكا. حاجه وحده اللي غادي نقول لك، نقول للوالدين وليك نتايا اللي كتسمعني ولا شي حاجه، القرايه زوينه، القرايه زوينه، ولكن بليز بلا ما تحط عليا الضغوط ديال تقول لي سير تقرا وخصك تجي انت الاول، وتخليني نستعمل شي وسائل اللي غير لائقه، بحال نقلب، بحال نتقاتل، لان ما كنبقاش كنقلب نعمر راسي، كنولي كنقلب غير نمشي نعمر ديك الورقه، وكنت كنحفظ اصلا هي باش نعمر ديك الورقه، والله وتقول لي نجيو اليوم نجاوبوا على الامتحان، نخرجوا وتقول لي غدا اجي نجاوبوا على نفس الامتحان، تلقاني نسيت، لان كنت حافظي باش نتفك، كنا حافظين باش نلوحوا لهم داكشي ديالهم باش ننجحوا. حاجه وحده اللي نقول لك هي، حاول ما تحطش على ولدك شي ضغط. انا فريمون فهمتي ماشي نقول لك غادي نمشي نصنع شي سيستم دراسي وغادي نعاود العجله من الصفر وكذا، وغادي ندير واحد السيستم دراسي لولدي، لا غادي نصيفطو يقرا مع ولاد الناس، واحسن حاجه، لان باش خاصو يبقى باش يعرف شنو طاري في السوق، خاصو يكبر مع المجتمع، غادي نصيفطو، ولكن غير نفس هذا كيخرج من دارهم تيقول لي با قرا ديال امك باش تجي انت الاول باش تخدم باش كذا، انا غادي نكون طلق ولدي غادي نقول ليه شوف سير قرا وجي ناقش معايا وشوف لي واش عجبتي شي معلومات وعمر لي الراس، ولكن شي بغيت نناقش معاك الرياضيات، بغيت نناقش معاك كذا، اهم حاجه هو تعمر الراس، انجح اسقط، المهم هو عمر لي داك الراس وسير تقرا وكذا، حتى هو غادي يحس ما عليهش شي ضغوط، علاش تيجي هو الاول؟ زعما الا جا هو الاول غادي يطفرا، ما هادشي طفرا، ما هادشي طفرا، احتمال كبير تقول لي لا راه طفرا ولا خدمه ماشي هي طفرا فريمون فهمتي، كنا تحطينا في واحد المعاناه اللي حنا فغينا عليها وما بغيتش نشوف شي واحد اخر كيعيشها، كنت فهمتي كنت فريمون كليت العصا بزاف المرات جايب 12 فهمتي، عقل واحد النهار جايب 12 وكليت صرفيقه، علاش خاص تجيب اقل حاجه هي 14 فاك، هذا هو الجهد الشيء اللي عطى الله بكثرت، عاوتاني ما كنتش كنتعرض للضغوط فهمتي، واحد الضغوط ديال كذا حفظ، ملي كتبدا كتضغط على شي واحد ملي كتبدا تضغط على شي واحد عاد ما كيعطيش، عاد تضغط على شي واحد عاد ما كيعطيش، مثلا بحال كنت تنعقل واحد الماده ديال الاسلاميات، كاين تنوض تقول لك عرض القران، وعرض القران بلا ما تفتش بلا ما توقف، عرض من الاول للاخر، يا صاحبي تش هاد العذاب هذا صاحبي، علاش باش ما نتفتف، علاش بلا ما كدا، علاش ما نقول ونكمل، علاش هذا صفر كدا صفر فصفر، وشكون هما كانوا غير الكراده الماكن هما اللي كانوا كينجحوا عند داك الصا، وحق الله الا باقي عاقل حاط ليا جوج في الاسلاميات في التاسع، راه واخا نكون كافر كاع صاحبي ما خاصش تحط ليا جوج فهمتي، ولكن الا كنت والوالد ديالي حتى هو اللي زاد كمل فهمتي الجره، هي انا قال لي جيب جوج في الاسلاميات انت، والوالد رانا ديما كنجيب احسن نقطه، راني كاع في السيزيام كاع وجبت فيها احسن نقطه جوج امك هاد العام هذا انت كافر صلاي فهمتي، صات ما كانش داك الكونتاكت ديال النقاش ديال علاش جبتي جوج، راه شنو هاد الظروف، فاش كنا كتجي كتعرض كانوا الماكينات هما اللي كيعرضوا، كانوا واعرين الماكينات دي ماشين كانوا كيحفظوا، تيجي حسن جدا، كان يا صفر يا 20 عند دخونا هذا، كان يا صفر يا 20 فهمتي، انا كنت كنجيب الصفر وكنت كنجاوب على الورقه وداكشي، وجمع الاصفر اللي جمعت في العراضه كاملين زيد عليها داكشي اللي في الورقه عطات جوج، الشيء اللي كنقول فهمتي سير الاخ اي اخ والله النصيحه اللي نقدر ننصحك هي القرايه راه مزيان، سير تقرا مي بليز الوالدين ديالك تنتمنى ما يضغطوش عليك، سير تقرا عمر راسك لان فريمون اللي ينفعك في الاخر هو داكشي باش عمرتي راسك، ديك القضيه ديال تقرا تجي انت الاول، غادي تخرج انت هو الاول الباك هو الاول، غادي تمشي غادي تسميتو غادي توظف غادي تنجح في الحياه، هذيك واحد الخريطه قديمه اللي مابقاش كتوصل،
فهمتي ما 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 بقاتش خدام السطاش اجي نشرب اجي نشرب راه نسيت ما نشربش حاجه واحد الخريطه قديمه واحد الخريطه قديمه ما بقاتش خدامه ما فهمتي كاين بزاف ديال الحوايج في اليوم انا باغي توصل كاين بزاف ديال الحوايج ماشي اجي تقرا بيان سور القرايه كما كنقول راه مهمه مي ماشي اجي خصك تجي انت الاول ماشيش انت الاول صافي تجي تشرد